عبد الله. نعم يا شيخ، واضح الصوت. حياك الله يا عبد الله. الله يحييك يا شيخ. الصوت عندك شيخ كأنه ضعيف، الصوت صار عندك ضعيف عندي واضح. نرى الآن الموضوع بإذن الله. طيب عشان بس نبدأ إن شاء الله شوي إن شاء الله ونبدأ. اللهم صل على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الله تسمعني الآن؟ نعم يا شيخ اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بمن نحبهم، أهلا بأصحاب القرآن، حياكم الله وبارك الله فيكم في لقاء يتجدد معكم في برنامج القرآن علم وعمل. توقف الحديث بنا عند سورة الرعد. كنا قد أخذنا في الأسبوع الماضي أحسن القصص سورة يونس. الله عز وجل من الفوائد والإضاءات والعبر سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نبدأ الآن في سورة الرعد. طبعا هذا البرنامج، قبل أن أبدأ في هذه السورة أذكركم بفكرة هذا البرنامج. هو كما هو اسمه أمامكم ظاهر، القرآن علم وعمل. القرآن علم وعمل، لماذا القرآن علم وعمل؟ لأن تلك هي منهجية الصحابة رضي الله عنهم ومنهجية السلف رحمهم الله في تلقي القرآن. كانوا يتعاملون مع القرآن علما وعملا، كانوا يأخذون القرآن وترى القرآن ظاهر جلي في حياتهم وكذلك واضح في أخلاقهم. كانوا يتعلمون القرآن لأجل أن يعملوا بهذا القرآن، لأجل أن يستهدوا بهذا القرآن، لأجل أن يسعدوا بهذا القرآن، هكذا كان حالهم. ولذلك الحديث المشهور عندما قالوا الذي يرويه أبو عبد الرحمن السلمي وهو يصف حال السلف رحمهم الله وحال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحديدا، بأنهم كانوا يتعلمون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، لا يتجاوزون هذه الآيات حتى يتعلمون ما فيهن من العلم والعمل. يعني يأخذون 10 آيات يتعلمون ما فيها من العلم والعمل، ثم بعد أن ينتهوا من هذه 10 آيات يبدأوا في الآيات التي بعدها وهكذا. ولذلك سبحان الله ترى القرآن واضح في حياتهم، ترى القرآن في أخلاقهم معاملاتهم، تجد مجالسهم دائما لا تخلو من القرآن. هكذا كانت مجالس، كانت علاقتهم بالقرآن ليس يعني كعلاقة يعني صح التعبير يعني شيء يحتاجه الإنسان فحسب، لا، أكبر أكبر من هذا. يتعاملون مع القرآن كعلاقة حياة أو موت، هكذا كان حالهم مع القرآن. ولذلك ما الذي حصل لما تعاملوا مع القرآن كحياة لقلوبهم؟ بمعنى أن عندما نترك القرآن يموت هذا القلب. لما تعاملوا بهذا المبدأ وأن المحتاجين القرآن حاجة ضرورية جدا، ماذا كان حالهم؟ حالهم أنهم استفادوا من القرآن وارتفعوا بالقرآن وارتقوا بالقرآن ونفعوا بالقرآن، انتفعوا ونفعوا. ولذلك سادوا الأمم في الحضارة، في الازدهار، في التقدم، في العلم، في كل مجالات الحياة، لأن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. لمن والله كان له قلب، أدرك نفسك مع القرآن قبل أن تندم، لأن الله عز وجل يقول وإنه لذكر لك ولقومك. انتبه ماذا قال الله عز وجل، وسوف تسألون، أي عن حالكم مع هذا الكتاب العظيم. هذا القرآن يقول الله عز وجل عنه وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أسماه الله عز وجل النور
من ترك النور عاش في ظلام. الله عز وجل قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بمعنى أن القرآن هو السبيل الحقيقي للسعادة. من ترك القرآن عاش في شقاء. نسأل الله العافية والسلامة. سنبدأ الآن في سورة الرعد على بركة الله. سورة الرعد يا أحبة سورة مكية، كما تعرفون القرآن في أي سورة تبدأ أنت يعني تتحدث عنها. أنا قبل أن نتحدث عن هذه السورة، نحن ما فكرة هذا البرنامج؟ نتعلم في كل أسبوع سورة من سور القرآن ونقف معها بمنهجية الصحابة رضي الله عنهم علما وعملا، نتعلم هذه الآيات. طبعا نحن لا نقف على كل آية، إنما نأخذ المعنى الإجمالي في موضوعات هذه السورة، أهداف هذه السورة، لماذا هذه السورة، لأجل أن نعمل بهذه السورة. حتى تأتي أنت وبعد أن تأخذ هذا التصور عن هذه السورة، عرفت تعريفها، عرفت أهدافها، عرفت مقصد هذه السورة، عرفت ماذا تتكلم عنه، يكون هذا الأمر ممهد بشكل يعني جدا رائع لك أنك تتدبر هذه السورة. ويعرف هذا من وفقه الله سبحانه وتعالى وتعلموا بعض الصور ثم أتوا وبدأوا يقرؤون فيها، يجدون أن حالهم بعد أن تعلموها، يجدوا أن حالهم في بالنسبة لقراءتهم هذه الصورة بعد أن تعلموا هذه الصورة اختلف تماما. فبدأوا يعيشون مع الآيات، بدأوا يتدبرونها. ولأجل هذا نحن يعني أتينا بهذا البرنامج الذي نرجو إن شاء الله أن يحقق هدفه، ويكون إن شاء الله سبب بإذن الله في أن نتعلم القرآن ونعمل القرآن ونعيش مع القرآن، ويظهر القرآن في حياتنا واضحا جليا، نرى آثاره الطيبة علينا في جميع مجالات حياتنا. سورة الرعد، سورة الرعد، سنبدأ أولا في الحديث عن هذه السورة، هل هي مكية أو مدنية؟ ما هو المكي ما هو المدني؟ المكية والمدنية معلوم وسبق فصلنا في السابق. المكي هو الذي نزل ماذا يا أخواني؟ قبل الهجرة، وإن كان نزل في غير مكة، الرابط نزل قبل الهجرة، الاعتبار نزوله قبل الهجرة. المدني هو الذي نزل بعد الهجرة، وإن كان نزل في غير المدينة، وإن كان نزل في غير المدينة، هذا ضابط المكي والمدني. طيب سؤال، لماذا نحن ينبغي علينا نعرف المكي والمدني؟ لماذا نحن ينبغي علينا نعرف هذه السورة، هل هي مكية أو مدنية؟ هل هذه الآية مكية أو مدنية؟ ما الحكمة من ذلك؟ هذا هو السؤال. لماذا ينبغي علينا في عندما نتعلم القرآن نعرف أن هذه السورة مكية، هذه السورة مدنية؟ هل هناك يعني أمر يعني عندما نعرف هذه السورة يضاف إلينا في التدبر أو التفسير، أو أنه مجرد معرفة فقط؟ نأخذ إجابات. نعم تفضل يا الأخ عبد الإله. نعم تحت علينا الصوت كان مقفل عندي ما إذن فائدة معرفة المكي والمدني، في فائدة كبيرة جدا لمعرفة المكي والمدني، وهي مرتبطة بالتفسير ومرتبطة أيضا بما يتعلق بالتدبر. فأنت عندما تعرف أن هذه الآيات نزلت مثلا قبل الهجرة، يعني آيات مكية، وهذه السورة سورة مكية، أنت تعرف تماما مباشرة أن هذه السورة راح تتناول الموضوعات التالية 1، 2، 3، 4. وأما بعد أن نزلت بعد الهجرة، أنت ستعرف تماما أنها راح تناول الموضوعات التالية 1، 2، 3، 4. وبالتالي يكون عندك تصور عن الصورة، هذا التصور يكون مساعد كبير جدا لك في تدبر الصورة. أيضا في معرفة الناسخ والمنسوخ مهم. فمثلا المدني يكون ناسخ، إذا في آيات الأحكام على سبيل المثال ناسخ للمكي وهكذا. ف يعني ما يتعلق بمعرفة الصورة هل هي مكية أو مدنية أمر مهم جدا. صورة الصور المكية وش يعني وش موضوعاتها يا أحبة؟ موضوعات إذا تحدثت عن العقيدة،
إقامة البراهين والحجج على العقيدة تحدثت عن الأدلة العقلية التي تدل على وحدانية الله عز وجل، تحدثت أيضا عن قصص الأنبياء وأحوال الأمم السابقة، كلها تناولتها في الصور المكية. الصور المدنية تجدها تتحدث عن تفاصيل دقيقة في حياة المسلم، ما يتعلق بالبيع الشراء، ما يتعلق ببناء الأسرة المسلمة، ما يتعلق بناء الدولة المسلمة، أمنها، استقرارها، كلها تتحدث عن الصور المدنية. تشوف تلاحظ مثلا صورة الأنفال، صورة التوبة، صورة البقرة، تجد واضح، تعرف أنت من الموضوعات أن هذه الصورة صورة مدنية. طيب بينما تجد مثلا صورة الرعد، صورة يوسف، صورة هود، أنت تعرف لها للأمم منذ أن تعرف هذه الموضوعات أن هذه الصورة صورة مكية. طيب صورة الرعد، صورة الرعد. الآن أريد منكم وأنتم تسمعوني يا أحبة، كل منكم مشكورا يأخذ المصحف الآن ويفتح على الصورة حتى نعيش، نرتبط بهذه الصورة في الكلمات التي نقولها، بحيث أن لو بعد فترة أتينا وصلنا صورة الرعد في حفظنا مثلا أو في مراجعتنا نتذكر هذه الفوائد، هذه المعاني. فأحتاج الآن أننا ننظر، والربط البصري مهم جدا، الربط البصري مهم جدا في يعني استحضار الفوائد وتذكرها وأيضا الاستفادة منها. طيب لو الآن أردنا نضع عنوان لهذه الصورة، لو أردنا أن نضع عنوانا لصورة الرعد من خلال ما تصفح من الآيات، أنا الآن فاتح على المصحف وأمامي هذه الصورة العظيمة المباركة وأتأمل في آياتها، أتأمل الآن هذا الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، انتهت الصورة تقريبا. طيب ما العنوان المناسب لهذه الصورة؟ ما هو العنوان المناسب لهذه الصورة؟ يلا يا أحبة، أريد مشاركات الشباب. نعم، العنوان المناسب لصورة الرعد، ما هو العنوان المناسب لهذه الصورة؟ نعم، بإمكان كتابة في الشات، بإمكان رفع اليد، ونعطي إن شاء الله مشاركات. يلا شيخ عبد الله، العنوان المناسب لصورة الرعد، يعني عنوان الآيات تدرجها داخل هذا العنوان، آيات الصورة. نعم، تفضل عبد الرحمن عايض. نعم تفضل. عبد الرحمن، طيب يمكن الصوت عندك غير واضح. طيب تفضل ايضا ها يا اخوان محمد عبيدان، محمد عبيدان تفضل. طيب ايضا الصوت غير واضح. تفضل يا سعيد، ها تفضل يا سعيد، اخ سعيد. ها استاذ، قوة الحق وضعف الباطل. احسنت، قوة الحق وضعف الباطل، هذا عنوان ظاهر امامنا، احسنت، لكن نريد عنوان اخر ايضا. شكرا يا شيخ. ناخذ ايضا الاخ عايش هشام جودة، تفضل يا عايش. طب انا استاذ يعني ما اجيتش هذه الحلقه قبل كذا، يعني كنت طيب متابع مثلا عبد الرحمن يعني في القران، فانا ماني فاهم ايش القصد حقك يعني طيب شكرا، شكرا لك يا شيخ، شكرا لك، ما فهمت السؤال، الله يفتح عليك. طيب يا اخواني، من ليس عنده اجابه لا يرفع يده حفظكم الله. طيب تفضل يا خالد، خالد الدوسري. طيب ها عندك جواب يا شيخ؟ طيب إذن لعلنا أخذنا شيء من الإجابات الأحبة، نكمل الآن. طيب ها يلا استعنا بالله. طيب العنوان، ممكن نضع عنوان لهذه الصورة،
قوة الحق وضعف الباطل، هذا عنوان أمامنا. نأخذ العنوان، نأخذه من هذه الصورة نفسها، الرعد. الرعد القوة، قوة الحق وضعف الباطل. ولذلك هذه الصورة تناولت يا أحبة بشكل واضح وجلي، تناولت البراهين والحجج الدالة على أن هذا القرآن حق من عند الله. ولذلك سبحان الله جاء من خلال هذه الصورة ما يتعلق بآية من آيات الله الكونية، وهو هذا الرعد. كان فيها إشارة إلى أن هذا القرآن حق مبين، وهذا القرآن فيه من القوة كما في هذا الرعد من القوة، ووقع هذا الرعد في القلوب. تأمل حال يعني إذا أتينا وتأملنا هذا الرعد ورأينا يعني أن نجد أن الجميع بدون استثناء يعظم هذا الرعد، وعندما يسمع هذا الرعد يجل قلبه. وبالتالي كان يعني في إشارة جميلة جدا إلى أن هذا القرآن، هذا القرآن يا أحبة حفظكم الله، وقعه في النفوس حق لا يعني لا يوجد لأحد مسوق في أنه لا يؤمن بهذا القرآن. طيب هذه صورة الرعد، قوة الحق وضعف الباطل. سنأخذ الآن بشيء من الإجازة أحبة موضوعات الصورة، وسنقف مع بعض التدبرات في هذه الصورة. نأتي الآن، نرجو أنكم تكون فاتحوا على المصحف حفظكم الله. إذن أخذنا أن العنوان قوة الحق وضعف الباطل. قوة الحق المشارب إليها في هذه الصورة القرآن، قوة الحق. ولذلك استفتحت هذه الصورة ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، في إشارة إلى أن هذا القرآن حق. جاءت هذه الصورة تقيم البراهين الدالة على أن هذا القرآن حق مبين من عند الله عز وجل. طيب الآن سنأتي إلى موضوعات هذه الصورة. في الآية الأولى إلى الآية الرابعة حقيقة القرآن وأدلة على قدرة الله تعالى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، رفع السماوات بغير عمد ترونها، مد الأرض، جعل فيها رواسي. أنا أرجوك وأنا أتكلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مد الأرض، جعل فيها رواسي وأنهارا، من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، سبحانه سبحانه، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم من؟ لقوم يتفكرون. وفي الأرض، هذه الأرض من حولكم، تلك الآيات في السماء ترونها، أي متقاربة، فيها بساتين من أعناب، فيها زرع، فيها نخيل مجتمعة في أصل واحد، وفيها نخيل متفردة بأصلها. كل هذه البساتين، كل هذه الزروع تسقى بماء واحد، لا إله إلا الله. انظر انظر إلى عظمة الخالق عز وجل. الآن تأمل، قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يا الله، يعني في الطعم، سبحان الله. الماء واحد، الأرض واحدة، الطعم يختلف. من صيرها؟ من خلقها؟ من أحسنها؟ إنه البديع سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الدالات، هذه الآيات الدالات على عظمة الله، هذه الآيات العظيمة الدالة على أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، كيف تجعلون له أندادا؟ وهذه الآيات دالة
أمامكم ترونها من حولكم دالة على عظمته سبحانه وتعالى وكبريائه عز وجل. أفلا تؤمنون بالله وأنتم ترون آياته آياته من حولكم؟ سبحان الله العظيم. ذاك الأعرابي بعاميته وفطرته السليمة لما قيل له كيف تؤمن بالله وأنت لم تراه، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. يا الله، أو نرى هذه الآيات العظيمة الكبيرة من حولنا ولا نؤمن بأن لهذا الكون العظيم خالق عظيم؟ بلى والله، بلى والله. من أحيانا؟ من خلقنا؟ من أوجدنا؟ من أطعمنا؟ من سخر لنا؟ من علمنا؟ من فتح علينا؟ من أجاب دعاءنا سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا الله. من أنزل هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ من حفظ هذا القرآن؟ من جعله معجز في وصفه وبلاغته وهدايته؟ إنه الكريم سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العلي العظيم. الآيات من الآية من الآية الخامسة إلى الآية السابعة إنكار المشركين للبعث والرد عليهم. وإن تعجب فعجب قولهم، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد؟ إنكار صريح للبعث والنشور. انتبه، أولئك أي الذين هذا حالهم من يشك في البعث والنشور فإنه كافر، نسأل الله العافية. أولئك الذين كفروا بربهم، وماذا سيكون حالهم ومآلهم وجزاؤهم يوم القيامة؟ نسأل الله العافية. قولوا نسأل الله العافية. وأولئك الأغلال في أعناقهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة، وأولئك هم أصحاب النار فيها ماكثون أبدا، لا يلحقهم فناء ولا ينقطع عنهم عذاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات أي العقوبات. هكذا حال المكذبين المعاندين، لما انطمست البصيرة عندهم وأصبح على هذا القلب غشاوة استكبروا واستمروا في عنادهم، يرون الآيات من حولهم إلا أنهم لا يؤمنون. وكما قال سبحانه وتعالى وما يشعركم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فمن كان حالهم كهذا، انطمست بصيرتهم، انعمت قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة، لن تغير فيهم الآيات شيء. فهم قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من حولهم والوحي ينزل عليه، ورأوا المعجزات والبراهين الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا. إنها تلك الغشاوة التي على ذلك القلب، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. يسأل سائل يقول وما سبب تلك الغشاوة؟ وما السبب الذي جعل هذه القلوب تنعمي؟ نسأل الله العافية. قولوا نسأل الله العافية. ما السبب في ذلك؟ السبب لا يخرج من أمرين: اتباع الشهوات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الكبر والغرور، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الذي صد كفار قريش، يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وصد كذلك الكفار من قبلهم، هنؤمن لك واتبعك الأرذلون.
يعني نحن تريد أن نكون نحن وهؤلاء سواء؟ هؤلاء الضعفاء الفقراء المساكين نحن وإياهم نكون سواء؟ ذلك الكبر نسأل الله العافية والغرور صدهم عن الإيمان، وبالتالي أصبح على هذا البصر غشاوة، فلا وأصبح على هذا القلب نسأل الله العافية ظلمة، لم يعد يرى نورا من حوله نسأل الله السلامة. الآيات من 8 إلى 16 إحاطة علم الله وقدرته. يا الله أرجوكم أنكم تتأملون معنا. يقول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. يا لعظمتك يا الله، يا لكبريائك يا الله، يا لقدرتك يا الله، يا لجبروتك يا الله. كم في هذا الكون الفسيح الآن من الأرحام، كم فيها الآن من الأحياء قبل أن يصبحوا أحياء، كم فيها الآن؟ أول ما يبدأ هذا الإنسان في خلقته كما قال سبحانه في خلقته كما قال سبحانه وتعالى نطفة، كم في الأرحام الآن من نطفة؟ لا نعلمهم لكن الله يعلمهم. يا الله يا الله يا الله، كم في هذه الأرحام الآن من علقة، كم في هذه الأرحام الآن من مضغة مخلقة وغير مخلقة، كم في هذه الأرحام الآن من الأجنة، لا إله إلا الله، لا نعلمهم لكن الله يعلمهم. حتى صاحبة هذا الرحم الأنثى لا تعلم عن حال هذا الابن، عن حال من في رحمها، كيف خلقته، كيف هو الآن، لا تراه لكن الله يراه. الله الله سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله العظيم. علمهم وعدهم وأحصاهم وتكفل برزقهم ليس الأمر كذلك، بل هذه الأرحام ما يحصل فيها من نقص وزيادة وصحة واعتلال، كل شيء عنده سبحانه مقدر بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. والله ما قدرنا الله حق قدره عز وجل، والله ما قدرنا الله حق قدره عز وجل. لا إله إلا الله. عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، من علم حال هذا الجنين وهو في رحم أمه ونحن لا نراه، أليس هو عالم الغيب؟ بلى سبحانه وتعالى، هو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى الكبير المتعال عز وجل، كبير سبحانه وتعالى، متعال سبحانه وتعالى بذاته وصفاته عز وجل. الآيات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله عز وجل له سبحانه وتعالى ملائكة يعقب بعضهم بعضا على الإنسان، فيأتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه، ويكتبون أقواله وأعماله. يا أحب، هناك ملائكة أوكل الله عز وجل لها
كتابة المقادير، أوكل الله عز وجل لها كتابة المقادير. أعطينا الصورة شيخ اللي قبلها، أوكل الله عز وجل لها كتابة المقادير. ولذلك هنا سؤال، على اعتبارنا مرينا قبل قليل بآية وكل شيء عنده بمقدار، هل القدر أو هل القضاء يتغير؟ هذا هو السؤال، هل القضاء يتغير؟ هل القدر يتغير؟ الله عز وجل يقول وكل شيء عنده بمقدار، أي لا يتغير. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه من وصل رحمه من سره أن يسأله في أثره. القضاء يا أحبة، إذن كيف نجمع بأن القدر لا يتغير ونجمع بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء إلا القضاء، والأحاديث التي جاءت في مثلا فضل صلة الرحم، صدقة وغير ذلك؟ أعطينا الصورة يا شيخ عبدالله اللي قبلها. طيب كيف نجمع؟ من عنده جواب يرفع اليد الآن. نعم نعم، في جواب أحبه أو نجيب اختصارا للوقت؟ طيب إذا لعلنا نجيب يا أحبة، كيف نجمع هل القضاء يتغير؟ هذا هو السؤال، هل القضاء يتغير أو لا يتغير؟ نقول هذا يحتاج تفصيل، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. من قال لا هكذا فقط؟ لا. من قال نعم هكذا؟ لا، يحتاج تفصيل. في الأصل قضاء الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل سبحانه وتعالى، هذا في الأصل، لكن يفصل العلماء في قضاء الله عز وجل وقدره، فيقسمون القضاء والقدر إلى قسمين، قضاء مبرم وقضاء، هذا القسم الأول، قضاء مبرم، وهذا أي هذا القضاء المبرم هو الذي موجود في اللوح المحفوظ. هذا القضاء المبرم لا يتغير ولا يتبدل، الله عز وجل خلق القلم وأمره بأن يكتب مقادير الخلق إلى تقوم الساعة، لا يتغير ولا يتبدل. طيب القضاء الثاني هو المعلق، القضاء المعلق هو الله عز وجل أوكل للملائكة في الصحف التي الملائكة الموكلة بكتابة المقادير، فإن من القضاء قضاء معلق. على سبيل المثال يدعو الرجل اللهم اصرف عني شر ما قضيت، كان مكتوبا عليه أنه سيحصل عليه شر في هذا اليوم، فدعا هذا الدعاء فصرف الله عز وجل عنه هذا الشر، هذا معنى قضاء المعلق. لكن الله عز وجل قد كتب هذا في اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ لا يتغير، كتب الله عز وجل أن هذا العبد يعني يدعو هذا الدعاء ويصرف الله عز وجل له به هذا الشر، مكتوبا عمره هكذا في الصحف التي بأيدي الملائكة، فلما وصل رحمه أطال الله عز وجل في عمره، هذا معنى القضاء المعلق. طيب نكمل الآيات يا أخواني، أنا أستعرض الآيات شيء من الإجاز لأن تأخرنا حفظكم الله، ولا نريد أن نتأخر عليكم، أنا أرجو منكم أنكم تفتحون على الآيات، سأذكر الموضوعات وأنتم تتأملون في نفسي الآيات. طيب من الآية الثامنة إلى السادسة عشر، وضحنا إحاطة علم الله عز وجل وقدرته عز وجل سبحانه وتعالى. الآية السابعة عشر، مثال على الحق والباطل وأهلهما. نأخذ نقف مع هذه الآية بشيء من يعني على عجالة، الآية السابعة عشر، لاحظ الآن الله عز وجل يقول أنزل من السماء ماء، انتبه، هذا الله عز وجل ضرب مثل، ضرب مثل فاستمعوا له، انتبه، لما يضرب الله عز وجل مثال ليكن من حالك يا صاحب القرآن التأمل والتبصر. الآن
هنا مثل ضربه الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يا لعجب هذا المثال، يا لبديع هذا المثال، سبحان الله. والله يا أخوان بعد أن نفهم هذا المثال، أنا أجزم أن منكم حافظين ومروا على هذه الآية، بعد أن يفهموا هذا المثال، وذكرنا نقول يا أخي تعلم القرآن علم وعمل، بعد أن يفهم هذا المثال صدقني يا أخي ستغير قراءته لهذه الآية. وذلك أن نقول تعلم، الرسول سيقول خيركم من تعلم، ما قال من قرأ، تعلم تعلم، ابدأ في التعلم، تعلم القرآن، تعلم تلاوة، تعلم حفظة، تعلم فهمة، تعلم تدبرة، تعلم العمل بالقرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلم. بعض يتصور تعلم القرآن قاصر فقط في جانب القراءة أو التسميع، أو لا، شامل، يشمل التلاوة، يشمل تعلم التلاوة، يشمل تعلم الحفظ، يشمل تعلم الفهم، يشمل تعلم التدبر، يشمل تعلم العمل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب انتبه لهذا المثال: ضرب الله مثلا لتلاشي الباطل وبقاء الحق. يلاحظ الله عز وجل في هذا المثال يبين لنا أن الباطل مهما علا، مهما وجد، مهما كثر، يظل باطلا ومآله إلى التلاشي. انتبه، ضرب الله عز وجل هذا المثل لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر، ماء مطر نازل من السماء، استمر ينزل حتى سالت به الأودية. تأمل، كل حسب حجمه، يعني وادي صغير والكبير، سالت أودية، فحمل السيل الغثاء والرغوة، يعني هذا معنى الزبد، حمل هذا السيل الغثاء والرغوة فوق الماء. هذا مثال، الآن انتبه، مثال للباطل، انتبه الآن، آخر الآية وضح بشكل بإذن الله ستفهم معي هذا المثال. وضرب مثلا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء يعني الاستفادة منها، وأيضا يصنع منها ما يتزين الناس به، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه، بمثل هذين المثلين. يضرب الله عز وجل الحق والباطل. الآن لاحظ معي يا أحبة، عندنا أمرين. الأمر الأول اللي هو المال اللي الله عز وجل أنزل من السماء، جرت به أودية الأرض، حمل السيل غثاء طافيا فوقه، هذا الغثاء هل فيه نفع؟ ليس فيه نفع، يذهب 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 ويمضي، هذا هو الباطل. والمثال الآخر المعادن، يعني تجدها يوقد عليها يعني بالنار حتى تصهر لصهرها طلبا للزينة، يعني مثل مثلا الذهب والفضة، أو طلبا للمنافع لينتفع بها كما في النحاس، فحتى تصهر يخرج منها خبث، يعني الخبث اللي فيها يخرج منها، يعني لا فائدة فيه، لا بد أن يخرج حتى ينتفع بها. هذا مثال الحق والباطل. الباطل كغثاء الماء وخبث المعادن، يتلاشى ويرمى ويذهب، لا فائدة منه. والحق كالماء الصافي والمعادن النقية، تبقى في الأرض للانتفاع بها. يا الله يا أخواني، سبحان الله سبحان الله العظيم. والله يا أخواني ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا الله
مشكلتنا يا أخواني نقرأ لكن ما القلب كما أقول أنا أقول لبعض الشباب أقول لا تجعل قلبك وضع طيران. البعض وهو يقرأ القلب مقفل مقفل للأسف 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 والله يقول لو أنا أحترق والله للأسف. أرجوك هذا القلب لا يقفل في أثناء قراءتك للقرآن، والله لو فتحت هذا القلب في أثناء قراءتك لكتاب الله يا الله كم ستعيش من الآيات، كم ستتقلب في بين نعيم الآيات، كم ستتلذذ بالقرآن. لكن أرجوك افتح هذا القفل. إلى متى يقفل هذا القلب؟ لماذا تجعل بينك وبين القرآن حاجز فهم القرآن؟ قل لا والله هذا يفهم العلماء، لا مو بصحيح. القرآن واضح، الكل ينبغي عليه أن يفهم القرآن. نعم أنت ما تفهم الآية، إذا ما فهمتها ترجع للتفسير، من له عذر الآن؟ تفاسير واضحة. أنا الآن سأفتح أمامكم، الآن ظاهر لكم الجوال، ظاهر لكم شيخ عبد الله؟ نعم يا شيخ ظاهر الجوال؟ نعم. طيب شوف الآن يا أخواني، والله ليس لأحد عذر. شوف الآن، الآن هذا، هذه صورة الرعد. أنا الآن مضيت أريد أفهم آية معينة، ما فهمت مثلا معنى مثلا على سبيل المثال وقد خلت من قبلهم المثلات، ما معنى المثلات؟ آتي هنا تفسير، اختر التفسير الذي يناسبك، المختصر في التفسير، التفسير الميسر، التفسير السعدي، كلها تفاسير معاصرة سهلة وواضح ومختصرة. اختر مختصر، تأملت وفهمت وتعقلت، أريد أخذ التفسير الميسر، أريد أخذ التفسير السعدي، ليس لأحد عذر. ثم بعد أن أفهم هذه الآية وبعد ما فهمتها أجلس أتأمل فيها أتفكر فيها، أيضا يساعدني على التأمل الآن أن بإمكاني أختار القارئ اللي أنا أرتاح لتلاوته مباشرة مباشرة تلاوة وأستمع لتلاوته. وكل القراء كم قارئ عندي، كم قارئ عندي، اختر قارئ تريده. يعني يا أخواني فقط اللي محتاجينه أننا نبادر لنتدبر القرآن، والله بتتغير حياتك، والله والله ستتغير حياتك يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، يا من يسمعني، والله الذي لا إله إلا هو، ستتغير حياتك بعد أن تعرف القرآن بحق وبصدق. القرآن ما يحتاج أنك صاحب ظاهر، ظاهر يعني ظاهر أنك صاحب قرآن، لا، القرآن يا أخوان يحتاج أنك تعامل ظاهرا وباطنا حتى تكون صاحب له بصدق. أما الظاهر ما ينفعك، إذا كان الظاهر صاحب قرآن، الباطن بعيد تماما عن القرآن، ما انتفعت وما ارتفعت وما ارتقيت. لكن صاحب القرآن بصدق، الذي يصاحب القرآن ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، وهذا لن يكون إلا مع الذي يتدبر القرآن ويعيش مع الآيات. خلينا بالعبرة أني أخلص. بعض الشباب يقول لي أخوي أنا تعرف أنا في ختمة أنا أريد أحفظ. يا أخي ما لك علاقة في هذا، يا ما لك علاقة في هذا. من قال لك يا أخي أنك ينبغي عليك أنك لازم تحفظ عشان، من قال لك هذا يا أخي؟ يا أخي الحفظ شيء عظيم ومنزلة رفيعة تنافس عليه المتنافسون، لكن من قال لك أنك تحفظ بدون ما تتدبر؟ من قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذه المنهجية؟ بل بعض المعلمين يقول للطلاب، يقول مو بالآن تتدبر، لاحق على التدبر، لاحق على إيش يا رجل؟ اتق الله، أي لاحق على أي أمر يا أخي؟ يا أخي هذا القرآن أنزل لأجل هذا، أنزل لأجل هذا، ليتدبر آياته، أنزل للتدبر، للتعقل، للتبصر، للتفكر، للتأمل، هكذا أنزل للتمعن. يقول يعني لاحق على التدبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وما فائدة هذا الحفظ إذا لم يكن هناك تدبر؟ أي حفظ سيقود صاحبه إلى العمل وهو لم يتدبر؟ أنا أسألك
يمر على صورة مثل هذه الصورة العظيمة وفيها من المعاني العظيمة الجميلة التي والله يقف يمر عليها كاملة وينتهي والله ولا عاش ولا آية. حرمان حرمان يا رجل والله حرمان. نسأل الله العافية والسلام. يمر على الآية مثل الجنة التي وعد مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ولا يفكر في الجنة ولا يعيش الجنة ولا كأنه ينظر للجنة أمامه أبدا. القلب مقفل القلب مقفل. إلى متى يا أخي تقفل قلبك عن القرآن وعن هدايات القرآن وعن نعيم القرآن؟ لماذا تحرم نفسك يا أخي؟ لماذا تحرم نفسك يا أخي؟ والله والله لو تدبرت القرآن لأصبحت تعطيه الأولوية في حياتك. أنت يعني ثقيل وأنه صعب وأنا لا والله، بل تذهب إلى وردك القرآني وأنت مشتاق مشتاق في غاية الشوق مع القرآن وتشتاق لكتاب الله عز وجل. طيب الآية من 18 إلى 25 مصير، وأرجو أنكم تفتحون يا أخواني على المصحف تأملوا معنا هذه الآيات. الآيات من 18 إلى 25 مصير وصفات المؤمنين والكافرين وعاقبتهم. العبرة بالعاقبة، ما يعينك حتى تصبر يا عبد الله تفكر العاقبة، ما يعينك حتى تلذذ بالعمل الصالح تفكر في العاقبة. اصبر، أدري هذه النفس أمارة بالسوء، أدري العمل الصالح ثقيل عليك، أدري والله أعلم، لكن إذا تفكرت بالعاقبة، إذا تصورت الذي أعد الله عز وجل لك من النعيم، إذا تأملت عظمة الخالق عز وجل تلذذت بعملك وأصبح حالك كحال الحبيب عليه الصلاة والسلام. أرحنا بها يا بلال وليس أرحنا منها يا بلال. 26 إلى 28 الرزق والهداية من الله. أمر الرزق من الله، اطمئن، ما كتب لك سيأتيك، لا تتوتر لا تقلق. أنت يا من يحمل هم أبنائه الآن ولا يخلد ولا يرتاح ولا، اطمئن يا أخي اطمئن. أنت يا من تحمل هم الوظيفة وتحمل هم كذا وتحمل هم كذا، اطمئن، رزقك سيأتيك، لكن اسعى بالأسباب المشروعة وادعو الله سيأتيك الرزق، فإنه سبحانه يكون إيمانك بالله، ليكون إيمانك بالله عز وجل قوي. نعم الهداية أيضا بيد الله. هذه الآيات وضحتها لنا الآية 26 28 تجد في قوله تعالى مثلا والذين ينقضون عهد الله إلى آخر الله إلى أن قال الله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الهداية بيد الله، يضل أحد، كل ذلك بعلم الله وبحكمة الله وبإرادة الله. وما نسأل الله العافية يقول يقع في الضلال ثم يقول أنا واقع في الضلال لأن الله كتب علي الضلال، أنا واقع في الذنب لأن مكتوب علي هذا الذنب. لا لا لا، ليس لك عذر تماما، ليس لمثل هذا عذر تماما، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، قد قدر هذه المقادير وكتب هذه الهداية بعلمه وبحكمته. لما علم من حاله أي هذا الإنسان أنه سيسلك طريق الهداية كتب عليه الهداية، علم من حاله أنه تخلق بأخلاق المهديين من التواضع وحسن الخلق والرغبة في الحق كتب له الهداية. ولما علم من حال هذا الإنسان الإعراض والكبر والغرور كتب عليه الضلال. فولا يظلم ربك أحدا. عاقبة المؤمنين ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم آية 29-30، آية 31-34 الرد على الكفار ومصيرهم، آية 35-37 وصف الجنة، عاقبة المتقين والكافرين نسأل الله العافية والسلامة من النار، تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم. تحذير الرسول عليه السلام من ماذا يا أخواني؟ انتبهوا،
انتبهوا انتبهوا. طبعا سبحان الله الآية اللي فيها استدل العلماء فيما يتعلق بجانب أن القدر على قسمين وأنه مبرم ومعلق موجودة في نفس الصورة في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، قالوا هذا هو القدر المعلق، وعنده أم الكتاب قالوا هذا هو اللوح المحفوظ. سبحان الله. وذلك سبحان الله قبل آيات في الوجه الثاني يقول الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، ثم يأتي هذا التفصيل هذا في نفس الصورة في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب سبحانه وتعالى. نعم نعم في تحذير للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. فيعني هم كانوا يقولون ما لك يا أيها الرسول تتزوج النساء، فلقد يعني الله عز وجل أجاب عن هذا بأن هناك رسل من قبلك تزوجوا النساء وكان لهم الذرية، وإذ قالوا لو كان رسولا لأتى بما طلبنا من المعجزات، فيبين الله عز وجل أنه ليس في وسع رسول أن يأتي بمعجزة أي آية أرادها قومه إلا بإذن الله لكل أمر قضاه الله سبحانه وتعالى كتاب وأجل قد كتبه الله عنده لا يتقدم ولا يتأخر. هذا في تحذير الرسول عليه السلام من إذعان للمشركين، وكذلك أن هؤلاء المشركين ضاء أمرهم العناد والكبر وليس يريدون الحق، وأي آية أعظم من رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل إليه صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الذي بين أيديهم. يقول سبحانه وتعالى من الآية 38 إلى 39 نعم 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 طيب أبشر أبشر نعم لا في توضيح يا أخواني في أمر اللي هو الآية 37 اللي ورد فيها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، أي في الإذعان إلى المشركين واتباع أهواءهم. أنا قلت قبل قلنا في 39 وهي الصحيح فهي في الآية رقم 36 أو 37 عفوا آية رقم 37. نعم نكمل حقائق عن الرسل وإثبات النسخ في الآيات، هي آية 38-39. أيضا هذه الآية استدل العلماء فيها على المشروعية ما يتعلق بالنسخ وأن الله عز وجل يمحو ما يشاء من الأحكام ويبقي ما يشاء منها بحكمته سبحانه وتعالى وبعلمه. فمثلا تكون العدة قبل سنة كاملة حول ثم كانت أي عدة المتوفى عنها زوجة أصبحت 4 أشهر و10 حكمة صلاة إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى القبلة الكعبة حكمة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار. الآية رقم 40 إلى 43 تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قوله تعالى وما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، تثبيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء المعرضين المعاندين مآلهم سيأتيهم العذاب لا محالة وقد حصل، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى هو سريع الحساب. يعني أولم يبصر هؤلاء المعاندين المكذبين أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني معنى ذلك بفتح المسلمين بلاد المشركين وإلحاقها ببلاد المسلمين. فهذه عبرة، يعني أن نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام وفتح المسلمين لها، أليس يرون هذا ظاهر أمامهم؟ والله يحكم لا معقب لحكمه
وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى، يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد عز وجل. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، نختم هذه الآية، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست أي يا محمد مرسلا من الله، قل لهم أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل من ربي إليكم، ومن عنده علم من الكتب السماوية التي جاء فيها نعتي، ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره تكذيب من كذب. إذن من عنده علم الكتاب أي الكتب السماوية التي مثلا التوراة والإنجيل، فهي فيها إشارة إلى أن النبي عليه السلام فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى رسولا يأتي من بعد اسمه أحمد، فكان الأنبياء يبشرون بمقدم هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اعفو عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. في هذه الصورة أختم بهذا، بيّنت الصورة أن هذا القرآن عميق التأثير في النفس البشرية، حتى لتكاد تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى لما فيه من سلطان وقوة ودفع وحيوية. القرآن معجزة عظيمة جدا، معجزة عظيمة. رأيت تكليم الموتى، رأيت تقطيع الأرض، رأيت هذا كله، رأيت تسير الجبال. القرآن أعظم، معجزة إلهية دالة على عظمة الله وقدرته وحدانيته وربوبيته وألوهيته. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل القرآن ربيع قلوبنا، أنيس صدورنا، جلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم علمنا بالقرآن، اللهم أصلح بالقرآن حالنا، اللهم اجعلنا بالقرآن مباركين، اجعلنا بالقرآن مسددين، اجعلنا بالقرآن موفقين. اللهم بارك في صروح القرآن في كل مكان، اللهم بارك في أكاديمية إتقان الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم وعلومه. اللهم وفق كل من فيها من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، اللهم أسعدهم بالقرآن، اللهم أعلي قدرهم، اللهم اكتب لهذا الصرح القرآني النفع العظيم والأثر المبارك لسنوات عديدة وأزمنة مديدة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اكتب له التوفيق والتيسير والتسخير والتسديد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا بتوفيقك، اللهم اهدهم بهدايتك، اللهم دلهم على كل خير واصرفهم عن كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من جعلته سببا في أمننا فاجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، من أراد بلادنا بسوء وأراد بلاد المسلمين رد كيده في نحن سوءه. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أحينا بالقرآن وأسعدنا بالقرآن وارضى علينا بالقرآن. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.